ده يرضى ربنا اربع طلقات اربع طلقات عشان واحد بينقص واحد. اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو. يا وليد انت لو بلطجي او انت راح تعمل اعمال شغب او انت راح تعمل اي حاجه من دي اقسم بالله اهلي سامحوني والناس اللي قاعده بتسمعني سامحوني بالله. انا ما هجازف بحياتي ولا هسيب بيتي ولا هسيب عيالي ولا اعمل اي حاجه من ديت. بس مش عارف هو كان بيشتغل ايه؟ كان بيشتغل على باب الله يعني على باب الله شغال اليوم بيومه اليوم بيومه اليوم بيومه. انا عبد الرحمن ده ولا عبد الرحمن بيطلبوني مش قادرين يطلبوني وخايفين عليا وكان عاوز يكلمني. على ما راح المستشفى كان كان الحق اخذ حقه والنبي يا ابنه ما كملش حاجه وخرج من البيت. بس الساعه كان معرفش ما اعرفش يا رمايا ودي بنته ودي حرموني منه حرق قلبي دخلت المشروع حرقته كله متخرج من جنابه من ايده يا ضنايا يا منى وقلبي يا منى حرق قلبي لا لضرب حرق قلبي الناس دي لا هم ايه حاجة بيصطادوا حمام بيصطادوا طيور بيصطادوا بيصطادوا ارواح انتوا قلنا فينا وصايا صور صورة خفا انتوا قلنا فينا دموع نشفت يمني بعيط مفيش دموع ألمني قلبي محروم من جوه نار كبدي اتحرق من جوه. احنا بنجيب السرحة بنجيب السرحة ممكن ما جبناش منها 100 جنيه ممكن نضيع من حقها 300 جنيه يخسرهم عشان ناكل عيننا عشان ما نحتاجش وعشان ما تقلش علينا بلطجية مع ان من العلم اللي احنا قاعدين نتغنى. بس احنا بنتقي الله واحنا ناس مسلمين وعندنا عيال. عمل ايه ولا ايه؟ وعمل ايه ال 32 واحد ولا ال 36 واحد عملهم ايه؟ مش كليتهم ايه؟ ما عملوش حاجه. انا 56 كنت عندي 10 سنين ونص ما شفتش المجزره اللي احنا شايفينها. دموعي اتحاشت في عيني من يوم ابني ما مات ما نزلتش الا امبارح والنهارده متحاشه. حرق قلبه وحشه قلبي. حرق قلبه وحشه قلبه. الله نعمل وكيل فين؟ اعمل ايه؟ اروح فين؟ انتوا بتخلصوا حسابكم من مين؟ ردوا عليا. انتوا بتخلصوا حسابكم من مين؟ من وليد؟ بتخلصوا حسابكم من وليد؟ ولا من مين؟ نفسي حد يرد عليا. انا ولا بنتبه لتبع حزب ولا انا تبع جماعه ولا انا بلبس اقنعه ولا انا ولا انا ولا انا. احنا اغلى من الغلب احنا بنجري على الاكل العاش. عشان خاطر عيالنا عشان خاطر اهلينا وعشان خاطر واحده زي اللي قاعده ديت. يا دنايا بابا بجد بابا بجد